ألو، السلام السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور طيب قريبان. حياك الله سعيدة. كده لاباس عليك؟ أكرمك الله، الله يبارك لله. أنا فرحانة حيت تدي الخط ديما كنبغي نتصل بك وما كيسيتي لي خط. يا مرحبا يا مرحبا. صراحة أنت عزيز علينا بزاف، كعجبنا ديما تستمع ليك، صراحة كنستافد بزاف داكشي اللي كتقول لينا والله. بارك الله فيك لاله سعيدة. أنا بغيتك تدعي معايا، حنا أربعة المكفوفات خواتات، بغيتك تدعي معانا. الله 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 الله. بغيتك تدعي معانا وواحد ختي تاني مكفوفة كدير الدياليز. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لاله سعيدة، أربعة الأخوات مكفوفات. من جاكم من هذا المرض ديال فقدان البصر؟ واش هو وراثي ولا كان شي مرض ألم بكم؟ حيت الوالدين ديالنا عائلة، يعني ولاد العم. لا إله، ولكن والدك كيشوفوا النظر ديالهم سليم؟ لا كيشوفوا، عندنا جوج خوت كيشوفوا، كيتنا بربعة بينا ما كنشوفوش بنات خواتاتي. أربعة البنات ما كتشوفوش؟ لا لا حول ولا قوة إلا بالله. احكي لنا لالة سعيدة، كيدوز الطفولة ديالكم؟ واش قريتوا في المدرسة؟ وملي كبرتوا واش تعلمتوا شي صنعة شي حرفة؟ باش كتعيشوا؟ كيفاش كيبان لكم المستقبل ديالكم؟ قلت لك المهم الطفولة ديالنا دخلنا واحد المدرسة حنا في تطوان ديال المكفوفين، قرينا فيها تسع سنين ورجعنا مشينا لمكناس، عاد ثاني جيت لمكناس باش نقراو. هي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين. نعم. وتما صراحة صعوبة، يعني كتكون في مدينة كتمشي مدينة أخرى عاد ثاني صعوبة شكل ومع المكفوفين والمصاريف ماشي يعني على قد. واش كان عندكم بنتي داخلي ولا كنتوا كارين بوحدكم؟ لا كنا الداخلي، ولكن عاتني المصاريف ديال التنقل. لا اله الا الله. ودابا واحد جوج خواتاتي خرجوا من المدرسه، حيت وحده مرضات وكتقاد ديالي والاخرى خرجت، وبقيت انا واحد اختي باقي في الجامعه دابا. الله يكمل لكم الرجاء وتبارك الله، رغم فقدان البصر كتكملي الدراسه الجامعيه. كنكملوا. وكتستعني بطريقه برايل. كنستعن بها. وبغيت نسولك واحد السؤال على برايل، دابا انا عندي المصحف بطريقه برايل ولكن ما عنديش كامل، عندي غير اربعه وفي سته وكنبغي نختمه، ما عرفتش يعني الطريقه كيف ندير. ممكن تستعني بالسمع، طريقه برايل قراءه، ولكن الاستماع ممكن تشوفي شريط اخر او عبر الانترنت، هناك مواقع ديال القران كثيره ومتعدده عبر شبكه الانترنت، وتسمعي الجزء المتبقي تسمعي ليه او تحاولي تكتبيه. لحظة انت تكتبي كل مرة تكتبي تومون 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 تتكملي ان شاء الله. ان شاء الله. لا اله الا الله، الله يحسن عوانكم لالة سعيدة. لا اله الا الله. دعي معانا ودعي، يعني اختي كتلقى صعوبة في الدواء والتحاليل، يعني دابا ساعات كديرهم. لا اله الا الله. واخا لالة سعيدة، إذا كان ممكن خلي لنا الرقم الهاتف ديالك، خلي الهاتف ديالك ان شاء الله تعالى، إذا كتب الله نتواصلوا معكم بإذن الله بعد البرنامج ان شاء الله تعالى، يجيب الله التيسير. حفظك الله سعيدة، شكرا لك بنتي، شكرا. لا إله إلا الله. شوف دابا خليك بأضدادها تعرف الأشياء. كاين دابا اللي جالس في الدار مراح مع راسو، عنده السمع وعنده البصر وعنده العقل، وكيقضي النهار كامل وكيتفرج في التلفزيون، يسمع وكيشوف الصورة والصوت، وكيعمر البراد التتاي، وعايش مزيان مع العائلة، ومع ذلك هاد النعم كلها يظن بأنه صدره ضيق، وأنه في وضعية صعبة، وأنه جات الغمة، وأنه بغي يعبر عن الغضب دياله. شوف راكي الناس اللي عندهم من الشدائد والكروب أكثر منا مئات المرات، وحامدين شاكرين المولى عز وجل. النموذج السعيدة من تطوان، العائلة كلها صور ربعة البنات يكونوا عندك في الأسرة مكفوفات، غير واحد منهم إذا كان عندك راك تشعر بانك في وضعيه صعبه وكتحمل واحد المسؤوليه جسيمه، لكن ملي يكونوا اربعه ديال البنات مكفوفات خصهم الطعام والشراب والعلاج، وخصهم التنقل، وخصهم التمدرس، وعاد تفكر في المستقبل ديالهم. المستقبل كلشي بامر الله، حتى واحد فينا ما ضامن المستقبل ديال غدا، ولكن الانسان يستقرئ الاجواء كي غتكون فيما بعد. ثم احداهن كدير الدياليز، يعني هذه فعلا معاناه، هذه شدة من الشدائد. فكنبغي نوجه واحد الرسالة، الناس اللي جالسين في ديورهم الآن مبرعين مع راسهم، آمنين في سربهم، عندهم قوت يومهم،
وقاسم مع ولادهم بصحة وعافية جيدة، مشعل التلفزيون كيتفرج، الانترنت كيبحر فيه، يعمر براتاتيك ويشربوا على خاطره، يتواصل مع العائلة، نحن في نعمة أيها الأحباب، نحن في نعمة عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن قبل في الزمن الجميل ممكن نسميه 2019، هي آخر عهد قبل كورونا، يسمى بالزمن الجميل، اللي ما كانش فيه فرض التباعد الاجتماعي، وما كانش فيه هذه المساطر وهذه الإجراءات الاحترازية الوقائية الصعبة. كله كتسمى زمن جميل. لقد كنا في نعمة عظيمة. كانوا الناس إلى شعب القنطة كيخرج من الشارع العام كيلقى ممتلئ بالأضواء والمقاهي والمطاعم والأسواق العامة وصخب الموسيقات هنا وهناك، كيمشي للشاطئ كيلقى الشاطئ ممتلئ بالناس، كيمشي لأي حديقة غناء، بساتين مزركشة الألوان مختلفات، كيجلس مع الأحباب في كل مكان، أو يمشي للتسوق لأي مكان عمومي ويتسوق أو لمشريت نزه. المهم هناك نعم كثيرة كثيرة لم نكن نعرف حقيقتها ولا قيمتها. اليوم ربنا عز وجل دل لنا هذا الحصار باش نعرف قيمة الخير والنعيم الذي كنا نعم فيه ولا نشكره. راه المشكلة كلها فينا هي عدم شكر النعم. راه لهذه الساعة وحنا كنتكلموا راه باقى واحد الطائفة، واحد الطائفة من المتعنتين والمتمردين على الذات الإلهية ما زالت يقولوا كلام سيء. أنا غير اليوم كنبحر في مواقع التواصل الاجتماعي وكنقرا بعض التعليقات، مازال بعض ما بغاش يستحي ومازال يجادل ومازال كيتكلم على الدين بانتقاص وكيتكلم على الذات الإلهية بعدم توقير. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. راه هادو هما اللي جابوا لنا كورونا. هذه الفئة بالضبط هي اللي خلت كورونا كضرب في الأول الصين. الصين لما اعتدوا على المسلمين في إقليم الإيغور وسلط الله عليهم هذا الفيروس المدمر، الفيروس قال يا ربنا هناك بؤر أخرى في العالم، في أوروبا وأمريكا، حتى في العالم العربي والإسلامي فيها ظلم وفيها ظالمين وفيها مستكبرين، فجاءت نصيب من هذا الشيء جاء عندنا. الصالحين والصالحات في العالم راه كيدعيوا الله تعالى وكيستغفروا الله وكيتضرعوا إلى الله باش يرتفع علينا هذا الوباء، لكن واحد الفئة أخرى ما زالت مصرة على عنادها وتعنتها، تقول عندها العقل وعندها الفلسفة وعندها الحرية للتعبير، راه يتجرنا جميعا إلى الهلاك. لابد أن تستغفر مولاها وأن تتضرع إلى خالقها وتجدد توبتها لكي يعم السلم والأمان. أمنا عائشة رضي الله عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، تكلمت على الفتن كثيرة في الختام حديث طويل جدا، قالت لي أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون، قال أي نعم إذا كثر الخبث. أي نعم، رغم أن بلاد الإسلامية فيها الصالحين والصالحات وفيها المؤمن والمؤمنات، ولكن كاين فئات وبؤر فيها تعنت وتمرد على الذات الإلهية وتطاول على الدين، وهذه هم اللي كيجربوا لنا هذه المساوئ والعياذ بالله. على كل حال للا سعيدة، احنا قلوبنا معك بنتي، اربعة ديال الاخوات، انا توصلت بالرقم ديالك ان شاء الله غادي يكون كل خير باذن الله، واسأل الله تعالى ان يفتح لنا ولكم ابواب الخيرات. الله تعالى غني، الغني هو الله، لا نطلب احد ولا نستجدي احد سوى الله. الله تعالى عنده خزائن السماوات والارض، وسبحان الله اذا استنجدت بالله واذا افتقرت الى الله تجلى عليك بالعطاء والكرم والجود والخير ووافر العطاء. فنسأل الله تعالى أن يكرمكم بنتي سعيدة، أنت والأخوات ديالك، الله يفرض عليكم الرزق ورب يعطيكم ضوء البصيرة ويفتح لكم في القريب العاجل أبواب خيره وأبواب عطائه. والأختاك اللهم شافيها، اللهم شافيها وعافيها وداويها، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم أمين يا رب. وكنتمنى إن شاء الله أهل تطوان، هذه أختكم سعيدة، أهل تطوان أهل الخير، أهل الفلاح، أهل الصلاح، أهل تطوان أهل الذكر، أهل الله، أهل تطوان.
نتمنى ان شاء الله تعالى نوصل لهم التليفون ديال هاد الاسره والناس كيتعاونوا فيما بينهم. راه جماعه تغني واحد. حفظكم الله تعالى ورعاكم الله واسعدكم الله.